السلام عليكم. روسيا وجهت ضربات صاروخية مميتة إلى إحدى أهم المدن والنقاط الاستراتيجية الموجودة إلى شرق أوكرانيا، وهنا نتحدث عن مدينة سلوفيانسك التي تتواجد في دانييتسك. وطبعا جاءت التفاصيل بهذا الشكل عن هذه الضربات التي طبعا قامت بها روسيا في 48 ساعة الماضية بحسب وكالة رويترز. العديد من التفاصيل قد وثقتها عن هذا الأمر، بل كانت هنالك لقطات لهذه الضربات مصورة أثناء لحظة الضربات وبعد لحظة الضربات. عندما نتحدث هنا عن ضربات صاروخية جاءت بسبع صواريخ أدت إلى أضرار بخمسين بناية ومبنى سكني، كما تحدثت السلطات الأوكرانية أدى هذا الأمر إلى مقتل 11 شخصا بالإضافة إلى جرح 21 شخصا، وهنالك مفقودين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. الأوكرانيين يقولون أن الروس يضربون المدنيين، الروس ينفون هذه المسألة ويقولون نحن لا نضرب المدنيين، نحن نضرب النقاط العسكرية فقط. ولكن سلوفيانسك بشكل عام تتعرض إلى الكثير من هذه الضربات. إذا ما ذهبنا لتعرف على هذه المدينة قليلا فقط لنفهم هذه وهذا الغرض من هذه الضربات التي نتحدث عنها. طبعا بالتوقف هنا فإننا فعلا أمام هذه المدينة التي سترونها هنا، هي هذه المدينة، هذه هي سلوفيانسك التي تعرضت إلى هذه الضربات الصاروخية مرارا وتكرارا، بين فترة وأخرى تتعرض للضربات. وإذا ما لاحظنا فسنلاحظ بأننا أمام باخموت التي تسيطر الآن قوات فاغنر على ما يقارب الأكثر من 80% عليها، ولا زالت طبعا في صراع وقتال مع القوات الأوكرانية هنا. والواضح تماما بأن القوات الروسية بدأت تهيئ إلى ما بعد باخموت، ما الذي سنفعله بعد باخموت، وبالتالي يهيئون الأرضية بضرب هذه المدن جميعها من أجل التقدم لها. واضح جدا أن الفكرة الأساسية هنا لقوات الروسية طبعا هي السيطرة على سيفريسك وعلى باخموت طبعا، وإنهاء السيطرة على هذا الخط بأكمله، وذلك لفتح الجبهات. فتح الجبهات على من؟ فتح الجبهات على المدن التي نتحدث عنها. فسلوفيانسك على سبيل المثال هنالك طريق لها يمتد إلى باخموت، طريق أيضا ودعم عسكري كبير يأتي منها إلى سيفريسك أيضا، وهي تلعب أدوارا مهمة جدا على الجبهات حتى في ضرب الجناح الخاص بالقوات الروسية أساسا التي هي تحيط باخموت من هذه الجهة، هي دائما خطرة سلوفيانسك عليها. وبالتالي نضغط على نقاط الإمداد قدر الإمكان ونحاول السيطرة على باخموت. وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية هنا ما تفكر به هو التقدم من سيفريسك تجاه سلوفيانسك، وهو سيكون أمرا منطقيا خاصة إن ما تقدموا وتمكنوا من التقدم إلى ليمن بعد السيطرة طبعا على كل هذه المدن التي تحدثنا عنها، يسيطرون ويحاصرون على سلوفيانسك وبعد ذلك على كراماتورسك، وفي نفس الوقت بعد السيطرة على باخموت سنكون أمام معركة في تشازفيار وبعدها على كوستانتينيفكا طبعا، وبعد ذلك يسيطرون بهذا الشكل على جميع هذه المدن التي تراها أمامك، وفي نهاية المطاف بالسيطرة على هذه المدن المهمة للغاية والاستراتيجية للغاية ستعني بأن دانييتسك وجمهورية دانييتسك أصبحت مستقلة، ونتحدث عن نسبة عالية للغاية قد سيطرت عليها القوات الروسية. ولكن الأوكرانيين طبعا عليهم أن يمنعوا هذه المسألة، وهم يحاولون دائما من منع هذه التحركات أن تحدث فعلا وأن تصبح حقيقة. الأمر الأهم بأن الآن على القوات الروسية أن تنهي مسألة باخموت قبل أن تفكر بهذه المعارك التي نتحدث عنها، ففيها حسابات استراتيجية مهمة للغاية، وكان هنالك تطورا كبيرا ومهما على مستوى باخموت. إذا ما ذهبنا إلى خارطتنا المحدثة طبعا ستلاحظ أنت بأن قوات فاغنر تحقق نتيجة، تحقق تقدما على الأرض. هنا نحن نتحدث عن 11 أبريل، وهنا طبعا هذه هي سكة مهمة للغاية، ودعونا نأخذ لونا مميزا هنا لكي نلاحظ بأن السكة الحديدية الخاصة طبعا بهذه المدينة التي تجري فيها الكثير من المعارك هي تأتي بهذا الشكل. القوات طبعا الروسية وقوات فاغنر تحديدا في 12 أبريل تمكنت من التقدم بهذا الشكل، وبعد ذلك تراجعت قليلا. القوات الأوكرانية فاجأتها ونوعا ما تقدمت، ولكن بعد ذلك تمكنت من إنهاء هذه المسألة والسيطرة قوات فاغنر والتقدم، وهي الآن تسيطر على المحطة الرئيسية لمحطة القطار الموجودة في باخموت بهذه الطريقة. وطبعا السيطرة هي جاءت بعد ضربات كبيرة من قبل قوات فاغنر، والقوات الروسية جاءت بهذا الشكل الذي ترونه
من هذه القنابل الحارقة التي بدت من الوهلة الأولى وكأنها متطابقة تماما مع قنابل الفسفور الحارقة التي تأتي أيضا بهذا الشكل. الديلي ميل البريطانية أكدت بأن هذه القنابل هي قنابل تتطابق تماما وتعمل على نفس المبدأ مع قنابل الفسفور الحارقة، ولكن هي مختلفة نوعا ما، فهي قنابل المغنيسيوم، أي تحتوي على المغنيسيوم بدلا من الفسفور الحارقة، وهذا هو ما أكدته أساسا الديلي ميل البريطانية بهذه الطريقة. وأن هذه المادة يجب أن نفهم هي ليست أقل من قنابل الفسفور الحارقة، لا أبدا، فإن درجة احتراقها ودرجة الاحتراق الخاصة بهذه القنابل التي تحتوي على مادة المغنيسيوم تصل إلى 2700 درجة مئوية، بينما قنابل الفسفور الحارقة أو الفسفور الأبيض هي تصل إلى 1300 درجة مئوية، بالتالي هذه أكثر احتراقا وأكثر خطورة على جسد المقاتلين وأجسام المقاتلين الأوكرانيين تحديدا. نفس هذه القنابل استخدمت في ماريوبول على مصنع أزوفستال الذي ترونه بهذا الشكل. لاحظ النار والحرائق عندما تتساقط هذه القنابل، هي لا ترحم أبدا بعد هذا الهجوم. طبعا تغيرت الأمور وسيطرت القوات الروسية على هذه النقطة المهمة للغاية، وهذه هي نوعية القنابل التي استخدمتها في باخموت من قنابل المغنيسيوم التي ترونها قنبلة كبيرة فيها قنابل صغيرة محشوة بالمغنيسيوم، وهذه هي الشكل القنابل التي نتحدث عنها الصغيرة التي بمجرد ما تلامس الهواء أو الأكسجين تحترق بشكل عال وتظهر طبعا بهذا الشكل الذي ترونه، وهي عادة لا تطلق من الطائرات وإنما من الراجمات الصاروخية بهذا الشكل على المدن التي تستهدفها. وهذا بالفعل هو الذي جرى في باخموت والذي ساعد قوات طبعا فاغنر من التقدم، وبالتالي بالنسبة لقوات فاغنر الآن وبعد هذا التقدم الذي حققوه في السكة الحديدية تحديدا المحطة الرئيسية للقطار، طبعا واضح جدا بأن قوات فاغنر أمام خيارات جيدة. الخيار الأول هو أن تنتصر في حرب الشوارع الموجودة هنا وأن تهدف إلى عملية السيطرة على هذا المعسكر، وهو معسكر كانت تستخدمه القوات الأوكرانية وأصبح مهجورا، ولكن هو طبعا نقطة استراتيجية مهمة للقوات الروسية وقوات فاغنر للسيطرة عليها، لأنها ستفتح الباب لهم لعملية التغلغل في هذه المنطقة والسيطرة عليها، وأيضا هي ستفتح الباب أيضا للراجمات الصاروخية على سبيل المثال أن تتقدم أكثر بعد السيطرة على هذه النقطة العسكرية المهمة، وبالتالي سيساعدهم في استخدام العديد من الضربات والقنابل على هذه النقاط أو حتى استخدام قنابل المغنيسيوم الحارقة التي تحدثنا عنها، وبالتالي يستطيعون من إيذاء القوات الأوكرانية طبعا. وأيضا هم بدأوا فعلا بعملية تحرك كبير للغاية تأتي هنا من ضاحية أو حي سيلش بالنسبة لقوات فاغنر تحديدا والقوات الروسية من هذا الاتجاه، تحاول عملية التقدم من هذه المنطقة من أجل تضييق عمليات الدعم التي تأتي من تشازفيار وخورموف، يحاولون الضغط على أي نقطة تقدم أوكرانية لكي ينهون عملية السيطرة بشكل ناجح على هذه المنطقة. لكن القوات الأوكرانية من جهة أخرى تتبع طرق تكتيكية مثيرة للغاية تبطئ تماما هذا التقدم ويستمرون في المقاومة بشكل كبير. فالقوات الأوكرانية وجهت ضربة مهمة للغاية في هذه المنطقة في سيلش على إحدى الجسور الخاصة بها هنا تحديدا، جاءت الأنباء بأن هنالك ضربة قد جاءت في هذه المنطقة تحديدا، وكانت هنالك أساسا لقطات مصورة أو لقطة مصورة لهذا الانفجار الكبير الذي لم يعرف أحدا، هل الأوكرانيين قاموا به، هل الروس قاموا به؟ دعونا نلقي نظرة على هذا الانفجار الذي طبعا سيكون بهذا الشكل الذي ترونه. لاحظ كيف أن هذا الانفجار كبير للغاية، انفجار ليس بالعادي أبدا، وطبعا قيل بأنه جاء في سيلش في باخموت، لا يعرف أحدا من قام بهذه الضربة، ولكن دعونا نتجه إلى شاشتنا مرة أخرى لكي نحاول أن نعرف من الذي قام بهذه الضربة ولماذا تمت هذه الضربة أساسا. وبالتالي عندما نقوم بمحاولة تحديد هذا الموقع فإنك ستجد بأنك أمام ثلاث مباني هنا، هذا مبنى أول ثاني ثالث، والانفجار جاء قريبا، هنالك مبنى سقفه أزرق نوعا ما، وكذلك ستلاحظ بأن المدينة تأتي بهذا الاتجاه إلى اليمين، هذه المباني طبعا البيضاء مع المبنى الأزرق الذي يأتي بعد مسافة ومساحة نوعا ما بين المباني البيضاء والمبنى الذي سقفه أزرق، هي ستكون العلامة الأساسية التي سنبحث عنها، ودعونا نبحث عنها في القمر
مؤتمر صناعي من نفس اللقطة التي كنا فيها عندما تتجه الآن إلى سيلش تحديدا، هذه الضاحية المهمة. فأنت ستجد بالاقتراب من هذه النقطة بأننا نوعا ما أمام ثلاث مباني عالية نوعا ما، هذه هي المباني الثلاثة متطابقة مع الصورة التي رأيناها. لنحاول أن نجد هل هنالك مبنى لونه أزرق سقفه أزرق، ستجده أنه فعلا موجود هنا. إذن بالالتفاف ب 180 درجة بهذه الطريقة التي تراها، ونحاول أن نتوقف هنا قليلا. فنحن أمام هذه المباني 1 2 3 وهذا هو المبنى الآخر، ولكن هنالك مشكلة في هذه الصورة عندما تقارنها. إلى اليمين ستلاحظ بأنك أمام بحيرة وليست المدينة، والأمر مختلف. أين انفجر وأين كان هذا الانفجار؟ حتى شكل المبنى الأزرق الذي نراه نوعا ما يأتي بشكل مخالف للصورة التي رأيناها، وهذا يوضح بأن عملية التصوير التي جاءت هنا واضح بأنها معكوسة الصورة، أي أنك عندما تقوم بعكس الصورة عكس هذا المشهد بهذا الشكل، هذا ما كان مصورا وهذا ما عكسناه، ستجد أن الأمور ستتطابق. هذه المباني الثلاثة، وهذا هو المبنى الأزرق والانفجار هنا. طبعا هذا هو الانفجار وهذا هو المبنى الأزرق، وإذا نحن أمام فعلا انفجار قريب من هذه المباني إلى هذا الاتجاه، والمدينة تأتي بهذه الطريقة من هذا المجال. وهذا يعني بأننا بالنظر إلى المباني الثلاثة وهذا المبنى والمسافة متطابقة، إذن الانفجار جاء على هذا الجسر تحديدا، وهذه نقطة مهمة للغاية. من قام بهذه الضربة؟ عندما نذهب إلى الديب ستيت إلى هذا الموقع المهم، فإنك ستلاحظ من نفس النقطة التي نقارنها، هذه هي البحيرة، هذه الثلاثة مباني، وهذا هو المبنى الأزرق الذي تحدثنا عنه. وبالتالي بما أن الانفجار قد حددناه هنا، هذه المنطقة هي تحت سيطرة القوات الروسية، وهذا يعني أن المستفيد الوحيد من هذه المسألة هي القوات الأوكرانية، هي التي ضربت هذه النقطة عمليا ومنطقيا لكي تحاصر هذه القوات الموجودة هنا، المدرعات والآليات والدبابات لن تكون قادرة على العبور للمشاركة في حرب الشوارع. المياه من هنا تحاصر فقط الذخيرة نوعا ما، وبعض الإسناد سيكون بطيئا. هنالك محاولة للإبطاء من قبل القوات الأوكرانية قدر الإمكان. وعلى هذا الأساس عندما نعود مرة أخرى لننظر إلى ما تفعله هنا القوات الأوكرانية، هي مسألة مهمة، هي ستوضح لماذا الأوكرانيين سيقومون بعملية المقاومة إلى آخر لحظة في هذه المنطقة من أجل الاستمرار ومن أجل تحقيق شيء مهم. فهم بهذه الضربة التي حققوها هنا طبعا التي تحدثنا عنها، هم يحاولون إبطاء التقدم، طبعا سيستمرون في حرب الشوارع الموجودة هنا. هم يستغلون أيضا المباني العالية من قناصة من غيرها، كذلك يجب أن ننتبه بأنهم أمام خيارات الألغام، فأي منطقة ستدخلها القوات الروسية ستكون في مشكلة حقيقية بأنها أمام ألغام. وكذلك القوات الأوكرانية تمتلك لازالت خوروموف، هذه منطقة مرتفعة تعطيهم سيطرة عالية، المنطقة المرتفعة هنا تعطيهم سيطرة عالية مرة أخرى. أهم ما في هذا الأمر أن تصمد خوروموف قدر الإمكان، أي ضغط على خوروموف أو بهذا الاتجاه ستعني بأن باخموت انتهت. ولكن بشكل عام قوات فاغنر تتقدم، والواضح جدا بأنهم سيسيطرون على هذه المدينة، والأوكرانيين يحاولون استنزافهم قدر الإمكان. المشكلة الحقيقية هنا بأن هنالك تقييمات خطيرة بأن الأوكرانيين ليسوا في موقف جيد في هذه المعركة، حتى مع هجوم الصيف القادم الذي حوله يأتي الكثير من الكلام، الكثير من التفاصيل سمعناها من هذا الهجوم. اليوم تفاصيل نشرت من قبل وزارة الدفاع البريطانية كانت قد وضحت بأن المشكلة لدى الأوكرانيين أنهم لن يكونوا بالشرط، ولن يكون شرطا أنهم سينجحون في الهجوم الذي سيقومون به، والمتوقع أن يأتي بهذا الاتجاه من هذه المنطقة إلى الجنوب باتجاه بحر آزوف. هنالك 950 كيلومترا من جبهة حقيقة أمامية أو متقدمة، ولا زال هنالك أكثر من 140 ألفا من الجنود الروس موجودين في هذه المنطقة. هنالك خنادق، هنالك دبابات، هنالك نقاط دفاعية قد حققتها وتمكنت من تحقيقها القوات الروسية، وأيضا بأنهم يمتلكون الجو، لديهم هيمنة جوية على الأوكرانيين. وعلى هذا الأساس وزارة الدفاع البريطانية وجدت بأن الأوكرانيين رغم كل الدعم ورغم كل التهيئة ورغم كل الأرقام التي سمعناها، إلا أن الروس في موقف قوي للغاية، وخاصة أن الروس هم ليسوا وحدهم في هذه المعركة، فبالإضافة إلى إيران ودعمها المستمر. هنالك أيضا تقرير آخر قد نشر من قبل وكالة رويترز، أوضح بشكل واضح بأن الأوكرانيين اكتشفوا أن هنالك مكونات صينية عسكرية تستخدم في الأسلحة التي يستهدفون بها. على هذا الأساس الصين، إيران، بيلاروسيا موجودة في هذه المعركة،
المعركة، كانت هنالك تقارير عن كوريا الشمالية، هنالك أكثر من طرف يشارك في هذه المعركة، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر في حقيقة الأمر بأن عليها إيجاد طريق للخلاص من هذا الأمر والحصول على المزيد من الدعم للأوكرانيين للانتصار في هذه المعركة. وصدق أو لا تصدق أن هنالك من الوثائق الخطيرة التي تم تسريبها من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مؤخرا وأثارت الكثير من الضجة، واحدة من هذه الوثائق كانت عبارة عن تقييم طبعا نشرته المونيتور في 48 ساعة الماضية، تقييم استخباري عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية في كيفية الحصول على الدعم من إسرائيل إلى أوكرانيا، لأن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تدعم عسكريا أوكرانيا نهائيا، وأن حكومة بنيامين نتنياهو ليست حاضرة في هذه المعركة على المستوى العسكري. وبالتالي التقييمات الأمريكية هنا أن كيف من الممكن لإدارة بايدن أن تكسب إسرائيل في هذه المعركة، وبالتالي هم وجدوا بشكل واضح بأن روسيا ومع تقاربها بحسب هذا التقييم وهذه الوثيقة التي نتحدث عنها بتقارب روسيا مع إيران أعطى إيران الآن قوة أكبر في سوريا من أجل الضغط على إسرائيل، وبالتالي هم يجدون بأن إدارة بايدن أمام فرصة جيدة. دعونا نأخذ لونا آخر لكي تصبح واضحة لكم هنا، وبالتالي هم أصبحوا أمام فرصة جيدة هنا من أجل دعم نتنياهو أن يفتحون طبعا طريقا أكبر بالنسبة لإسرائيل لكي يقوموا بمواجهة هذا التطور في العلاقة بين روسيا وبين إيران قدر الإمكان، على شرط أن تقوم إسرائيل في مساندتهم طبعا في أوكرانيا، وخاصة أنها تمتلك مثلا أسلحة مهمة على سبيل المثال كالقبة الحديدية وغيرها لمواجهة الطائرات المسيرة أو مواجهة الهجمات الخطيرة إن كانت من الصواريخ البالستية فيما بعد، وهم يبحثون بهذا الأمر بشكل خطير كما تحدثت طبعا المونيتر، بالإضافة إلى ذلك بأن هنالك ترجيحات أن منظومات دفاعية قادمة بحسب هذا التقييم الاستخباري من روسيا إلى إيران كذلك، وقد تنطلق قد تحمي المفاعلات النووية على سبيل المثال وهو أمر يزعج إسرائيل، أو أنها تنطلق إلى سوريا لتقوية المنظومات الدفاعية الإيرانية الموجودة في سوريا لدى نظام بشار الأسد. على هذا الأساس تجد الإدارة الأمريكية وهذا التقييم من البنتاغون بأنهم أمام فرصة لكسب إسرائيل في هذه المعركة إن قدموا نوعا من الدعم لإسرائيل، وخاصة أن إسرائيل الآن تتعرض إلى ضغط كبير للغاية كما نعلم أن كانت هنالك هجمات مؤخرا كبيرة للغاية قادمة من سوريا، قادمة من جنوب لبنان، قادمة من غزة، من الفصائل الفلسطينية هاجمتها يمينا وشمالا، أسقطت الصواريخ عليها بشكل خطير، وكانت هنالك تفاصيل مهمة عن ما جرى نشرتها الوول ستريت جورنال، والتي تحدثت بأن الرجل الذي كان خلف هذه الهجمات التي جاءت من المناطق التي ذكرناها على إسرائيل في الفترة الماضية بحسب الوول ستريت جورنال القائد الأساسي وكان قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي بدأ بهذه العملية من خلال اجتماعات قام بها نهاية الشهر الماضي مع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وكان قد تحدث لهم بأن لدينا معلومات كإيراني بأن إسرائيل تهدف إلى عملية استهداف لعناصر مهمة للغاية هي فلسطينية في سوريا وفي لبنان، والعناصر هذه تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكذلك لحركة حماس. على هذا الأساس عليكم أيها الفلسطينيون أن تقوموا بتوجيه ضربة مهمة للغاية إلى إسرائيل لكي تضعون ضغطا عليها. أيضا نريد منكم الالتقام والانتقام لميلاد حيدري الذي ترونه هنا، وكذلك مقداد مهقاني الذين طبعا قتلا وهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني، أيضا نهاية الشهر الماضي قتلا بضربات إسرائيلية كانت قادمة على العاصمة السورية دمشق. وعلى هذا الأساس هو طلب بشكل واضح أن تكون هنالك هجمات كبيرة، واشتعلت هذه الهجمات، وبحسب الوول ستريت جورنال قالت بأنها أصبح واضحا أن إيران توزعت جبهاتها وأصبحت مؤثرة في كل مكان، وإسرائيل تحتاج إلى المساعدة وهي قد تكون مستعدة لتقديم المساعدة للولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا ضد روسيا إذا ما تحصلت على المساعدة الحقيقية في هذه النقطة تحديدا في الشرق الأوسط، وهذا ما ذكرته الوول ستريت جورنال حول هذه المسألة، وقالت شبح الحرب الإيرانية الإسرائيلية دخل مرحلة لا يمكن التنبؤ بها بعد أن بدأ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بمحاولة إقناع حلفائه في المنطقة بجولة جديدة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، وبالتالي هذا يوضح الموقف الإيراني القوي الموجود في الشرق الأوسط، لكن أيضا يوضح كيف أن الأمور في أوكرانيا وفي روسيا تنعكس على الشرق الأوسط، وكيف من الممكن أن ينعكس ما يجري في الشرق الأوسط أيضا على الحرب الروسية الأوكرانية.